السؤال: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى بيت أهلها في غياب الزوج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل الله ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فالأصل أن للزوج على زوجته حقا، يجب عليه التزامه وطاعته في غير معصية، ومن طاعته وجوب استئذانه قبل الخروج، فإن أذن لها إذنا خاصا أو عاما جاز لها الذهاب إلى أهلها، وخروجها مقيد بالضوابط الشرعية، لكن إن منع من واجب شرعي كصلة رحمها إذا لم تتمكن من صلتهم إلا بالخروج إليهم جاز لها الخروج إليهم، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.